مجهود مشكور في تخصيص تفعيل تخصيص ال 7000 متر من جمعية الرفق بالحيوان إلى وزارة الصحة لإنشاء مستشفى عام على مستوى عالي جدا، وده كان السادة النواب ليهم جهد مشكور فيها وجهد كبير جدا. موضوع مستشفى الزاوية الحمراء اتكلم فيه سيادة المستشار واتكلم فيه المستشفى الزاوية الحمراء كان ليها قرار هدد، قرار هدد. المستشفى مقفولة من 5 سنين. أنا كمهندس وكاستشاري إنشائي لما زرت المستشفى لقيت إن الموضوع مش مستاهل هدد. الموضوع كان واقف على تقرير من جامعة القاهرة، كلية الهندسة جامعة القاهرة، إن يقول إن المستشفى دي ترمم وما تتهدش. فبالمشاركة مع السادة النواب الأفاضل اتصلنا بجامعة القاهرة وتم دفع مبلغ 60,000 جنيه اللي هو أتعاب الاستشاري للحصول على التقرير دوت. توجهت للسيد وزير الصحة ومشكورا وافق على إصلاح المستشفى ضمن الخطة العاجلة قبل انتهاء العام المالي الحالي، وتم إدراج الإصلاح في ميزانية الوزارة، وإن شاء الله خلال أيام أو أسابيع هتبتدي. هو الأهم التنفيذ يا كابتن النائب طبعا، اللي ده مستشفى كبيرة دي فيها 5 غرف عمليات، 120 ولكن سرير، في يعني 15 مثلا حضانة، 12 كرسي غزل، ما كله مقفول. يعني 5 غرف عمليات مقفولة، 15 حضانة مقفولة، 12 كرسي غسيل كلوي مقفول، أقسام الأشعة وأقسام التحاليل كل ده مقفول. وإحنا يعني إحنا عندنا الدايرة محاطة بالسكة الحديد، فبتحصل عندنا مشكلة صحية الناس بتطلع تعدي السكة الحديد وتروح سيد جلال أو تروح مستشفى الساحل، لأن برضو إحنا نعتبر الشربية والزاوية، ودي من ضمن مجهوداتنا ومجهودات السادة النواب وبالمشاركة معاهم، ان احنا برضو تقدمنا للسيد وزير النقل بطلب ثلاثي مننا احنا الثلاثة النواب لانشاء نفق او انشاء كباري لفك حصار السكك الحديدية حوالين الشرمية والزاوية الحمراء. انا الحقيقة ربنا كرمنا ان احنا ثلاثة نواب، اتنين شباب وانا يعني اكبر منهم سنا شوية، اعتبر ابو الشباب يعني. هي الدايرة بقى 30 سنة ما فيش خدمات كمصر كلها، أنا 30 سنة ما فيش خدمات، فهي إن احنا كل ما بنعمل حاجة يعني ما هو المطلوب كتير، وإحنا بقى لنا 14 أو 15، فبرضه المجهود اللي احنا بنبذله طبعًا يعني نتمنى إن يظهر أثره سريعًا في الشارع إن شاء الله. طبعًا كلنا بنتمنى ده يا كابتن نائب. طيب